خلص لا عاد تبكي بقى، خلينا نفكر كيف بدنا نلاقي حل. أنا انتهيت هلأ، الله يخليك لا تسألني كيف صار هذا الموضوع ولا شلون، الله يوفقك. أنا من بعد هلأ رح أعمل كل اللازم خطوة بخطوة وبشكل قانوني ليرجعوا لي بنتي. رح تطلع نتيجة القضية بعد كم شهر. مرحبا، جبت لكم سحلب، خدي من إيدي أختي. هو طيب لما يكون سخن، أكيد بردته وحطيت قرفة عليه كمان نشربه. يعني بالحقيقة المطعم فاضي، فينا نقعد هنيك ونحكي ونحنا دفياني. شيرين، معلش تروحي أنتي، عم نحكي شوي هلا. يسلموا شيرين. أنا بعتذر أخي براق، أنا بالحقيقة يعني لو كنت بعرف إنه في طفلة بالنص كنت خبرتك إنه أختي راحت على أنقرة، بس والله ما كنت بعرف. شو بتقول أمك عن هالشي؟ يعني شو بدي أعمل؟ أختي كانت عم تطلع مع حدا وبعدين انفصلوا وما بعرف شو، وقالت لا تخبري مكاني، شو كان فيني أعمل أنا؟ بس شو بدكم تعملوا هلأ؟ رح تتزوجوا ما؟ شيري سكري تمك وانقلعي من هون يلا. ونحن كنا عم نحكي عن هالشي بالضبط شيرين. أخي براق، في معك صورة لزينو لحتى شوفها؟ معي إيه؟ يا ليكي هون، بعيد ميلادها، كل مكان بجسمها صار عليه جاتو. كتير بتحب الكيك، إذا تركتيها لحالها ممكن تاكل كيك قد حجمها وزيادة. على فكرة بتشبهني. كتير ذكية هالبنت، بترسم رسمات حلوين وبتحب الكلاب كتير، عندها استعداد تموت ليصير عندها كلب صغير تربيه، بس أمها ما بتسمح لها. يعني سيماي، ماشي أنا رح أقوم، أنتوا كملوا حديثكم. أنا مشان هيك عم بهرب منك من شهور براق، ما كان سهل علي أبداً إنه أتركك أو ما عاد أقدر شوفك مرة تانية، ولما قربنا كتير كان صعب علي أرجع بعيد عنك، كتير صعب. قريت كل الأخبار يلي بتتعلق فيك مثل يلي عم يشرب مي كل هالسنين، وبعدين صرت أمنع حالي، صرت حاول إني ما أفكر بالقصة، حاولت أنسى قصصنا وذكرياتنا، بعدت حالي عن كل شي منها، جمدت قلبي. وبعدين لما كنت رايحة على الشغل الصبح طلعت قدامي مرة تانية الغنية الموجودة بفيلمك، لما سمعت أول كلمتين منها فهمت إنه ما قدرت أهرب منك ولا سنتيمتر. أنا تأثرت بشكل سيء كتير من هذا الانفصال يا سحر، يعني كنت بالجهة التانية من العالم، بس كان عندي إيمان ما إله أساس بإنك بتحبيني ورح نبقى مع بعض كل العمر سوا ونكون مبسوطين. بس لما تركتيني طبعا فهمت وقتها إنه هالشي ما رح يصير، يعني كنت آكل أكبر كف ممكن آكله بحياتي لهالدرجة ما عاد حسيت بالسعادة بهالحياة. ركزت على أفلامي اللي عم اشتغلها وبس، اشتغلت طول الوقت لالتهي. براق لحظة، وبعدين انت طلعتي قدامي مرة تانية وأنا كملت بحبك من المكان يلي وقفت فيه كأنه ما صار شيء أبدا، يعني ما كنت قدران وقف مشاعري، قلبي كان عم ينبض مثل المجنون كل ما شفتك،
انت كنتي بالنسبه لي مثل مرض وما له علاج، بس انا منيح بعد هلا. هلا طبت، يعني الحب يلي كان جواتي انتهى من بعد هلا. عندي بنت، ما بعرف شو المستقبل يلي بدي اترك لها اياه، بس انا مستعد اعمل كل يلي لازم اعمله. بعد هلا انا وياكي بس اهل زين ومو اكتر. يعني القصة يلي بيناتنا تسكرت للأبد. آه يا ليلى، أنا خسرت ابني كل العمر هلأ، خسرته. إيشان حبيبتي، بعرف أنك كتير زعلانة، بس صدقيني أنا كمان كتير متفاجئة. يعني بالوقت يلي كنتي عم تخططي لهالشي كان لازم تعرفي شو عواقبه. أنتي مرة ذكية، لازم تحس بكيف تصرفتي بهالطريقة. ما عم بعرف من وين بدي أعرف إنه هالبنت رح تكون مثل الجن، ما خطر على بالي أبداً. وعن جد أنا فكرت إنه ما رح تقدر تلاقي البنت. المهم خلينا نشوف شو بدنا نعمل هلأ. أنتي متأكدة إنه هاي مريم ما رح تحكي؟ لا ما رح تحكي. صدقيني إنه غرقتها بالمصاري لدرجة أنتي ما بتعرفي قديش هالمرة طماعة بالمصاري. أنتي رجعي اشرحي لي هالقصة من الأول خطوة خطوة.
لنشوف شو يلي حللتي انتي وكيف حللتي، ولنحسب الأخطار الممكنة، لأنه هلأ ما عندك العقل اللي بيسمح لك تشتغلي صح. يلا يلا حبيبتي. طيب يحكي. هلأ أنا هاي البنت لما انفصلت فجأة عن براق بدون سبب حسيت هالشي غريب، استغربت واستأجرت واحد خليته يراقبها، وأنا كمان معي حق كانت حامل، بس هاي البنت ما استخدمت الطفلة كورقة رابحة لا معي ولا مع ابني بأي وقت. طيب وبعدين شو صار؟ بعدين خليتهم يراقبوها بأنقرة، نقلت جامعتها وعرفت مكان بيتها، بس كان بدك تشوفي هالبيت، بدك تشوفي هالبيت، كان بيت بواب. وقتها فهمت انه ما لازم اترك حفيدتي لسحر، هي بتكون من دمي، لازم تربى بطريقة منيحة كتير. فكرت انه لازم تكبر ببيئة منيحة، غير انه ما كان واضح شو بدها تعمل هاي البنت. اخ يا ايشان. وبعدين بيوم كانت سحر فيه بالجامعة رحت وزرتها لمريم على أساس إني مرة بتحب تقدم الخير. وهيك يا حبيبتي مريم، نحنا كجمعية وكأصدقاء منحب نقدم الخير، منحدد مين بيحتاج لشي وشو يلي بيحتاجه بالحارة، ومنحاول نساعدهم بقدر المستطاع وقد ما فينا يعني. يسلم إيديكم ويرضى عليكم. الله يسلمك يا رب. قديش حلوة هالبنت؟ هي بنتك؟ ايه ايه بنتي. الله يحميها. تسلم. شو اسمها؟ اسمها زينو حبيبتي. زينو، حلو كتير هالاسم ما شاء الله. وهدول الهدايا لزينو، ما في شيء. ليش عذبتي حالك؟ ما في داعي. رح تحبي هالشغلات كتير، شوفي ما أحلاهم. ما عم صدق، شو هالمرأة؟ عملت البنت بنتها كرمال تاخد مساعدة؟ كذبت وقالت إنه بنتها؟ بهداك اليوم عطيتها علامة، لأنه ما كانت ترفض شي مقابل المصاري. أحياناً ممكن ما تكفي المصاري، هي من نوع من العالم إذا شبعت كتير ممكن تصير تطلب شي تاني. شو يعني هاد هلأ؟ هي كيف علاقتها مع الطفلة؟ ما بعرف، ما بعرف. بتوقع بوراق ما رح يحكي هاي الأحداث بالمحكمة أبداً، بس لنفترض حكى ما رح تذكري اسمي بأي مكان ولا بأي شكل نهائياً، فهمتي؟ مهم كتير انتي كملي بقصتك على حالة إنه البنت تركت الطفلة عندك وبعدين هربت وما عاد بينت، وانتو دورتوا على شغله ولاقيتوا، وبعدين شفتوا هالشي لمصلحة مستقبل الطفلة فخليتوا هاي العيلة تتبناها. هاي هي كل القصة، بس انتي ما كنتي بتعرفيني، نحنا تعرفنا على بعض بعدين، فهمتي؟ بعدين بيرموني بالحبس. ما بيرموكي، هلأ رح تجي محاميتي ليلى خانم. بعدين شو بصير إذا حبسوكي؟ لما تطلعي رح أعطيكي مليون ليرة. مليون ليرة؟ برأيي هاي المصاري منيحة وبتكفيكي كم سنة يا مريم. صح انتي جنية، بس نحنا كمان معنا قلال يا إيشان خانم الحقيرة. انتي بس حاولي إنك تخدعيني لتشوفي شو رح يصير فيكي. حيدر اسمعني ليك، أنا هلأ رح أبعت لك تسجيلات صوت، دير بالك عليهم مثل عيونك. ها لك، لا لا تخاف، رح نطلع من هالمصيبة ونحن غناية مثل القارون. انت بكفي تعمل يلي عم قلك عليه. ليك اوعك تطالع راسك من المكان يلي انت فيه، لأنه رح احتاجك برا إذا لزم الموضوع. يلا يلا يلا، أنا رح سكر وأبعت لك التسجيلات. Thank you.
قد ايه رح تضلوا حابسيننا هون لسه يعني؟ ما في حدا هون؟ ما في حدا عم يسمعني؟ لا تصرخي، هالشي ما له حل. لما بيجي على باله مصطفى انه يطالعنا بوقتها رح نطلع، ويمكن ما نطلع، ويمكن نموت هون ونعفن. بس قال انه بده ياخدنا. ياخدنا؟ ليك منقول يلي بده يا ماشي؟ احسن ما نموت هون. لك انا خايفه، عم تفهم؟ لا تخليهم يعصبوا، رح تصعبي الوضع اكثر. ما في حدا هون. حدا عم يسمعني؟ مشان الله ردوا علي. أختي، أختي، يلا فيقي. أختي، أنتي ليش نمتي هون؟ يا روحي صايرة مثل التلج، يلا قومي. حضرنا الفطور والكل ناطرك تحت. يلا قومي. أخي براق وينه؟ راح بالليل. أنتي منيحة أختي؟ هو راح لأنه تخانقتوا مو؟ لا حبيبتي، بس هيك حكينا وبعدين راح على بيته. يلا أنتي روحي وأنا هلأ بلحقك. يلا ماشي. جسمك كتير بارد. مو مشكلة. صباح الخير. صباح النور يا بنتي. عادي بابا. بعدولي بعدولي بسرعة. قديش حلو هيك كلياتنا هيك عيلة مجموعين مع بعضنا وعم نفطر سوا، والله كتير حلو. وانت مثل السكر الصبح، بس ما حدا بهذا المود والله. انت كول يلي قدامك، كول بسرعة. اختي قديشك طالعة حلوة اليوم. الأمومة اللي بقتلك كتير يا سحر. بوكيت شو عملتوا؟ قليلي انبسطتوا مبارك؟ ايه انبسطنا كتير. اخي هاكان حط لنا افلام كرتون ونمنا. اخي هاكان فيك تحط لنا هذا الفيلم ونشوفه مرة تانية؟ ايه منشوفه طبعا. بوكيت رح تجي اليوم كمان مو؟ فيني اجي لهون اخي كمال؟ فيك تسأل ماما؟ شوفي شو منعمل، رح نروح على الكافيه ومنتصل بامك ومنحكي معها. لا يا روحي، كل واحد على بيته، اما هلا بتقلق عليها. سحر امتى رح نشوف حفيدتنا يا بابا؟ كتير صعب عليك تشوف حفيدتك يا مصطفى. ليه كيف اخدوها؟ اذا شفتها من بعيد بعد هلا احمد ربها. ما رح يصير هيك شيء انجي،
هاي البنت بدها تكبر بالمكان اللي بتنتمي له. ليش لوين بتنتمي هاي الطفلة مصطفى؟ ها طفلة عمرها 6 سنين، لوين رح تنتمي؟ اترك الطفلة بحالها، لا حول الله، أساساً صار معها كل شيء. لك أختي البنت نهيت حياتها كرمال تلاقي بنتها، رح تتركها للناس الغرباء؟ ما رح أتركها ولا شيء. يلي خلاني عيش هالشغلات كلها رح يتعفنوا بالحبس، وأنا رح أخذ بنتي ورح أهتم فيها لحالي، تمام؟ رح أعمل هذا الشيء حتى لو ما كان حدا واقف. معناها هذا الشيء كان لازم تعمليه بوقتها، الأمومة ما بتجي بعدين. إنجي، إذا بترجعي بتصرخي على البنت مرة تانية بعد هلا رح أحكي حكي ما يناسبك. أبداً. وإنت كمان اضغط علي مصطفى، إنت كمان اضغط علي، كلكم اضغطوا علي. بعدي بدي روح. استني إنجيسي، لا تعملي هيك، إنت مانك إنسانة من هذا النوع. إنجيسي شكر مال الله، إنت إنجي، اسمي إنجي، خليتوني جين كلكم. والله رح أفقد عقلي من وراكم. طفح الكيل مع هاي المرة فعلاً، وهي النقطة الأخيرة اللي خلت الكاسة تطوف. ضغطت على حالها وانفجرت، وبالآخر انكسر ظهرها للمرأة. شو بده يصير بهاي الحالة هلا؟ شو بده يصير؟ يلا قولولي قولولي. تمام يا بابا، كلياتنا متفاجئين، يعني رح نتخطى هالمشكلة كلياتنا سوا وبس. نامت على السطح مبارح. مين؟ أختي، كتير زعلانة، وأساساً أخي براق راح كمان، بكفي لهون، يعني لا تضغطوا على أختي، هي معجوقة، مين بيعرف شو صاير معها. مزبوط حكيا، يعني هلأ إنجسي لأنه هي بنتها طبعاً رح تضل تحكي هيك. قلتلي إنجسي، قلتلي إنجسي، أنت بتعرف إنجي منيح؟ أنت ما بتعرفها يا ابني، فلذلك ليش عم تحكي حكي فاضي بدون ما تعرفها لهي المرة؟ فهمني، لازم تنتبه لحكيك شوي يا ابني. ليك حدا منهم حكى شي على أمه؟ ما حدا حكى يا شي بنوب. إذا كنت بدك تصير جزء من هاي العيلة فلازم تتعلم كيف تسكت شوي. أول شي اسمع وفهم واستوعب الموضوع، شو فيه وليش، وبعدين أحكي. فهمت؟ فهمت، خلص ماشي. ايه انا لازم روح على الكافي. بوكيت حبيبتي انتي خلصي فطورك، انا بنزل بعد شوي وباخدك. تمام. ها كان يلا، رح نتأخر على التصوير. ونحن رايحين بابا، بعتذر منك. تمام الله معكم. حسن جان يلا قوم غسل انت كمان، تأخرت على المدرسة. يلا شوفكن. يلا منشوفك بابا. باي باي. لا تسكري لي بنتي، الجو كتير بارد. سيما يلا استعجلوا شوي. ماشي ليكنا اجينا. تعي يا روحي. ممدوح حارجان تفضل. لازم تتفضل معنا عن نيابة مع عيلتك كرمال التحقيق وشوية إجراءات يا بيك. خير، شو الموضوع؟ النائب ما خبرني بهالشي. ماما أنا كتير خايفة. ما في شي حبيبتي، لا تخافي. لو سمحت بدي خلي الطفلة عند ستة حتى ما خوفها أكتر. يا بيك لا تصعبها علينا لو سمحت، في تعليمات أنه تجي بنتك معنا كمان، أهم شي. ماما ليكي، هادية اللي ما عم تفهميه، لا تكوني عدوانية مشانه لهي الدرجة تجاه سحر، يعني اهدي شوي بترجاكي. يعني في كل هالمصايب على راس سحر، معقول يلي عم تعملي؟ شو بتعمل البنت؟ بدك اياها تروح؟ خليها تنقلع تروح. سألتني شي وقت كانت عم تجيب البنت، اعتبرتني امها وقعدت قدامي وخبرتني همها، معناها بتسهل يلي عم يصير معها. خليها تفكر وتطالع حالها من الموضوع. ماما ليك اسمعيني شوي، لا تكوني عدوانية لهي الدرجة. إذا عملتي شي حركة وخليتي سحر تهرب، أنا رح روح معها. ما بتخسري ابن واحد، بتخسري 2، وفي حفيدة كمان، ليكون معك علم. هلأ ما أنه وقت الجنون، فكري منيح. أنا رايح على الشغل هلأ ورح أخد البنت. لما أرجع المساء بدي أشوف إنسانة طبيعية. ماشي أمي، بدي تتصرفي مثل أمنا، اتفقنا؟ ليكي أنا خبرتك بكل شيء مثل ما هو، تمام؟ لا تهددني كمال، لا حدا يهددني، ولا توقف هيك فوق راسي. خد أختك وروحوا وين ما بدكم، الله معكم. يلا ابني. يا حول الله.
فهمتي مو؟ ليكي انتي خبريني بس لما تاخدي الكمبيوتر تبعك وانا بعمل لك كل الاعدادات، بعدين بنحكي مكالمة فيديو. ايه ماشي، انا ببعت لك حق السماعات مع ماما، بعطيه لاخي كمال وهو بيعطيك اياها. هاي هدية. ليك ليك ليك، ابني انعجب بهالبنت كتير، بالعادة ما بيعطي شي ببلاش ولا لحدا. لك امي لا تحكي حكي فاضي ولو، هاي ضيفة. بوكيت انتي جاهزة؟ تعالي لنسكر هذا كمان. يا عيني عليكي، ايديك متعودين كتير ما شاء الله. مرت خالي ما له وقت المزح ابدا، لانه جربت وما زبطت. كمال اسم حفيدتي زينو مع هيك؟ ايه بابا. تعالي لهون تعالي لهون، انا بورجيكي. تعالي لهون يا الله، لا يعطيك العافيه. تعالي تعالي، انا بقول انك عم تدرس، انت شو عم تعمل يا ترى؟ رؤي في طفلة بالموضوع، حرام هالشي حرام. ولك هي بنت موكل عندي، فهمتوا غلط. ولا انت واحد بلا ادب وبلا اخلاق كمان وبلا تربيه يا واطي، انت امتى جبت بنت ولك؟ بابا الله يخليك اتركه، ما في شي من هاد، هي الغبيه عم تالف من عندها. لان لا حدا يتدخل، احكي بدك تخبرني كل شي بالحرف، مين امه ولا مين؟ بابا والله ما في شي من هاد، بس هي الغبية خبصت المواضيع كلها ببعضها. خود شوف، خود حفيدتنا بحضن زهرة، خود شوف، أنا شفتها بعيوني وفهمت. معقول تخبايت هيك شغلة يا حقير؟ بدك تخبرني كل شي هلأ، شغلة شغلة، بدك تحكي كل شي هلأ. شو اسمها لحفيدتي؟ شو اسمها؟ شو؟ زينو. لك شو زينو؟ ولا شو هي زينو؟ يعني هداك اليوم اللي ضحكتوا علينا فيه كلياتكم، البنت اللي كانت بالصورة اللي شفناها يومها هي كانت حفيدتي، مو هيك؟ مزبوط بابا، أنا زلقت وحكيت وقتها ما تمالكت حالي، كنت بلحظة خوف. ويلي كانت حاملتها هي المرة يلي خطفتها. وين هاي المرة هلا؟ بابا نحن قدمنا شكوى ضد عنواننا، واضح ما فيها تهرب على أي مكان. ماشي أنا هلا رايح، يلا بشوفكم. مع السلامة يا حلوة، لا تطولي الغيبة. باي باي. باي باي. الله معك يا حلوة. وأبوها للست بانو تقيل كتير، هو عضو إنتاج كبير كتير مو هيك؟ ما نوع عضو إنتاج يا ملك، عنده سفينة. وحضرتك زعلانة هلأ على المجتمع البحري ما هيك يا ملك خانم؟ يعني قديش عددنا كبير هون؟ والله ما في ولا واحد بهي العيلة احكي له عن العالم بلطافة ويسمعني منيح وما ببهدلني. أخ وأخ يلا يلا يلا. يلا يلا، صار الجزيرة مهجورة، يلا شيل هاي من قدامك وهدول كلهم شيلهم. زفر قلي الحقيقة عن جد، في شي علاقة بين ابني وبانو؟ انت بتعرف شي؟ لا ما في صاري. قول الحقيقة. والله ما في. قول الحقيقة ولا؟ والله العظيم ما في صاري. هو قال لي انه ما بيطلع فيها بهي الطريقة ابدا صاري. انا بعرف كل شي، لا تقلق انت. والله ما في شي. انت بتعرف كل شي عنه يعني؟ اي نعم بتعرف. طبعا. ليش لك انا استغربت انه في حفيدة بما انك بتعرف كل شي وبس هالشغلة ما عرفتها؟ ما كنت رح اقدر خبي هالشي، يعني مو لهي الدرجة. ايوه. وخسرت شغلك يلي بالراتب الحلو كمان، وما بقى ترجع إيشان خانم لهون مرة تانية. لا تسأل، أنا كنت عم بقبض 10,000 ليرة بالشهر يا صيري. شو؟ قديش؟ 10. قلت 10,000 ولا؟ 10,000 شو ولا؟ شو عم تطير على الفضاء بالصاروخ يا صهري؟ شو يعني 10,000؟ هلأ بدك تقوم تركب الشبابيك اللي هنيك؟ ايه اللي هنيك ايه؟ وإذا لزم الأمر بدك تركب شبابيك الحقرة كلها من شان السواب ما بيأثر عليك، ولا عم تاخد 10,000؟ 10,000 ليرة بالشهر؟ صحيح أخذتهم مرة واحدة بس يعني بيضلوا 10,000 ليرة. 10,000 ليرة يا زفر، 10,000 صرفتهم ها؟ بفترة قصيرة. طلعي فيني أنت لشوف؟ ما قلتي لي شو بدك تلبسي بكرة بالحفلة؟ ولا شي. شو يعني ولا شي؟ فهمت، لا تاكلي هم شي، منروح ومنشتري فستان حلو. لا قصدي بولا شي انه ما رح البس شي، لانه بدي اقلك انه ما رح روح على الحفلة اصلا. ليش بالله؟ شو بيعرفني، ما بحب هاي الحفلات الانيقة والشغلات المزينة، ما بتلبق لي ابدا. هاكا لا تخبصي لا تخبصي لو سمحتي، وسقي فيني شوي،
أنا من نظرة بفهم شو بيلبق لك وشو ما بيلبق لك. لك بس بقى. ما في بس ولا شيء، لا تكبري الموضوع. ماشي؟ رح نروح نشتري فستان حفلة كتير حلو إلك، وإنتي بدك تروحي على هاي الحفلة مثل الأميرات. قول والله. المهم وثقي بأخوكي، ماشي؟ ايه ليش عم تضحكي مع حالك؟ ولا شي، خطر على بالي شي بس. تفضل. إيشان وزار؟ ايه أنا. بدنا ناخذ إفادتك بالتحقيق إيشان خانم لو سمحتي، يعني بدك تجي معنا على النيابة. إيشان؟ لحظة، ممكن تشوف أوامر النيابة؟ أنا محامية إيشان. طبعاً، تفضلي. وصلتنا معلومة إنه مريم جانداش عند حضرتك، في أمر اعتقال بحقها هي كمان، نادوا لنا إياها لو سمحت. حبيبتي كيفك يا روحي؟ انتوا انتظروا هون. براق خافت كتير، بترجاك انتبه عليها ونحن جوا. براق اللي انت كمان جابتك الشرطة لهون؟ ايه يا روحي، هن بدهم يسألونا كم سؤال وبعدين منروح من هون مع بعضنا. ماشي؟ تفضلوا، النائب ناطركم جوا. تعالي عدي هون يا روحي. وهي الأخت اللي إجت على بيتنا هون كمان. إيه؟ معناتها تذكرتيني ما؟ إيه، بس أنت شو اسمك؟ سحر. زينو، بتعرفي إنه سحر بتكون رفيقتي وبحبها كتير؟ بس أنا ما شفتها من قبل أبداً. بصراحة أنت شفتيني بس كنتي صغيرة كتير، ما بتتذكري. أنت شعرك كتير حلو على فكرة. بس شعراتك أحلى بكتير حبيبتي. مريم علمتني، أنا بمشطة لحالي. أنا اشتريت لك بسكوتة يا أميرة. بس أكل الحلو بضر الأسنان كتير، لازم تفرشي أسنانك. بس اشتري لي عصير كمان. تمام يا روحي، يلا تعالي. أنت شو بفهمك بتربية الأولاد أصلاً؟ أوبا. بشار، لاقي صفة لهي السيارة. أنا حاضر شيف. تعالي يا روحي. أوبا، يلا تعي. يلا يا حلوة. رح تجي ماما كمان؟ شو بدك تعملي بأمك؟ أنا بعمل لك أكل كتير طيب هلأ. شو أكتر أكلة بتحبيها؟ معكرونة. تمام، رح أعمل لك معناتها أطيب معكرونة، بس يكون جواتها زيتون. زيتون؟ بدك نحط جوات المعكرونة زيتون؟ ايه، بتصير كتير طيبة. طيب، بس ما بقدر اعملها لحالي، انتي كمان بدك تساعديني. تمام. يلا تعالي. مرحبا يا جماعة، شفنا الجديد جاي، بعدوله. تعالي لأمسح لك تمك. هلأ صار نظيف. تفضلي انتظري هون. شكرا لك. خالتي إيشان اجت كمان. سحر، اوعيك. مسكي يا حبيبتي زينو، انا رح روح احكي مع خالتك إيشان شوي واجي، ما بطول. ماشي؟ لا، دقيقتين. طيب حبيبتي. أمي، بدك تخبري النائب كل شي بصراحة،
طبعاً رح خبره ابني، رح خبره بكل شيء كمان. يعني أنا كتير تعبت من اتهاماتكم، خليها تنكشف الحقيقة شو ما كانت. على القليلة يلي عم يفتروا علي يخجلوا ويستحوا على حالهم شوي لأنه عيب. أمي إذا كنتي عم تفكري فيني ولو شوي بتقولي الحقيقة كلها، ما تخليني عيش مع هداك الشك. يا بيك لو سمحت حضرتك استنى بهداك الطرف. عم أحكي مع أمي يا حضرة الشرطي، ما عملت شيء. لو سمحت يا بيك لا محلة. حبيبتي تعالي يا روحي. إيشان أوزار. أمي مثل ما قلت لك. براق نحن لازم نحكي. تمام سيماي منحكي، عم اسمعك. ومن نادي الصحافة كمان براق منحكي ببس مباشر، شو رأيك بهالشي؟ تمام منلتقى المساء عندي بالبيت لكان على الخمسة. منيح هيك ممدوح؟ منيح منيح. يلا خلينا نمشي. تعي بابا يلا. باي باي براق، باي باي سحر. باي باي بنتي. عجبك يلي عملتيه؟ عجبتك المصيبة يلي عملتيها لهدول العالم؟ يا خانم لو سمحتي عادي مكانك بترجاكي. لو سمحتي لك لا بدك تفوت اللي جواتها كلها. تمام تكرمي، ليكني عم أعمل مثلك. قدي بدنا نعمل من هدول لسه؟ أنا باكل 30 وحدة. 30؟ شو أنتي وحش بنتي؟ معقول الواحد يأكل 30 قطعة؟ يلا يلا كمل شغلك. ها هيك منيح؟ ها هلأ صاروا منيح. كتير حلو، عم نربي شيف جديد. انتو فيكن تروحوا. الحمد لله، خلينا نروح من هون بأسرع وقت ممكن ونخلص من هذا المكان. رح ينقلوا مريم على المحكمة مع طلب اعتقالها. وأمي والباقي رح يتحاكموا برا الحبس، بس طبعاً بيتغير هالشي على أساس التهمة. كل شي صار بيخوف. المهم يلا خلينا نروح، رح تجي سيماي وزوجة. امشي. مصطفى؟ مصطفى؟ شو عم تعمل؟ ليش هيك شارد؟ رح تقطع أصابيعك. ايه شردت والله يا انجي. شايفة يا انجي شايفة، صرت جد وأنا ما بعرف هذا الشيء. لو ماني سمعان منك كنت فتت على الحبس وكنت متت قبل ما أشوف حفيدتي. بس في شيء تاني كمان، من وقت ما شفت لها الصورة تحرك قلبي كتير لهالطفلة وحبيتها فوراً. لأنها بتشبهك أكيد بدك تحبها. عن جد؟ والله بتشبهني؟ مو إلك صورة وإنت بحجم الكف بحضن أمك؟ إيه مثلك تماماً طالعة. صار عنا حفيدة وما معنا خبر. والله ما راح سامح هي سحر أبداً وبتشوف. تعي لهون، تعي تعي تعي. مصطفى انت ابوها وتاج راسها. يلا لنقول انه خجلت منك وما خبرتك. معقول الانسان يخبي هالشي عن امه؟ لك انا امه وما بيوقف الواحد قدام امه وبيقول لها صار هيك وصار هيك. صح اللي عم تحكي، معك حق يا انجي، بس هيك انت يعني مشيه لهالقصه خلص من غير ما تحكي كلام كبير يا روحي. رح يخلصوا تركيب الواجهه معلم. ولك تضرب انت والواجهه ماشي، ولك تركهم بحالهم يا زلمه.
تمام يلا على شغلكم. مصطفى انا شو اعمل في شغل كثير؟ شوفي اللحمه والباذنجان يلا حطي لهم ملح وفلفل. ماشي بدها ملح وفلفل ما هيك؟ ايه. لا تنطري مني انه افهمك سحر. ما عم بنطر اساسا. ليش انت امتى تعبت حالك لحتى تفهمني براق؟ عم تقولي انه في مشكله فيني انا وبس؟ من حسن حظك انك تركتيني معناها انقذتي حالك. انت بس بدك تحكي بنفس الموضوع ما هيك؟ انت كمل هيك خليك مفكر انه كل شيء بينحكى انت المقصود فيه. فينا نفوت؟ طبعا طبعا تفضلوا. نامت؟ توترت كتير اليوم وخافت غفيت بالسيارة. انت نيمة فوق ممدوح. تفضلي سيماي. طلعتوا قرار احتياطاً مشان ما تخلوا زينة وتطلع برات البلد مو هيك؟ ما رح نعترض بالمحكمة أبداً. مثل ما بتعرفي نحن كمان أبرياء مثلكن. حتى نحن أبرياء أكتر منكن. انخدعنا بلعبة خالتي ومريم. ليك ونحن طلعتنا من البلد ضرورية. غيرنا كل نظامنا. ما فيني هلأ أتراجع عن شغلي. ممدوح ونحن عم نحاول نعمل الأحسن كرمال زينه. بس أنتوا ما عم تنتقلوا لأزمير. أنتوا عم تروحوا على مكان بيبعد 15 ساعة. هلأ أنا شو فيني أعمل لشوف بنتي؟ بروح بستقر بإستراليا؟ براق معك حق. معك حق. بس نحن كمان معنا حق. الكل بريء بهاي القضية. ما فيكن تهدموا بإيديكن عيشة طفلة بريئة أبداً. إيه تمام سيماي. اتركوا زينة هون وروحوا معناها. بدك تخلي البنت تعاني من فقدان الأب والأم بعد كل هالشغلات اللي بدها تعيشها؟ لا تحكي حكي فاضي. بما أنكن عم تفكروا بزينة لهالدرجة معناتها لا تروحوا. مين عم يحكي؟ المرأة اللي ما شافت بنتها من 6 سنين. هذا يلي اضطريت أعمله وكنت مجبورة. غير هيك أنا ماني مضطرة أبرر لكم هذا الموضوع. ما فيكن تحكموا علي بشي بشاع. أنا ما عم أحكم عليكي وما عم حقق معك. بس عم حاول فرجيكن الوضع بشفافية أكتر. أنتوا منتبهين على التضحية اللي بدكن إيانا نعملها؟ وهلأ عم تعطيني دروس حياة وعلى الواقف؟ يعني حضرتها جابت بنت وما تركت الجامعة وهلأ عم تقلي اهدوم حياتك وخليك هون؟ لو سمحتوا اهدوا. كلياتنا متوترين بس ما فينا نوصل لأي نتيجة بهي الحالة. سحر، من الأفضل إنه نتفق على شيء يناسبنا اثنيناتنا. يعني اثنيناتكم مجبورين تروحوا؟ ماما؟ ماما أنا كثير خفت. تعالي تعالي يا روحي. أنا رايحة على الحمام.